لان المشاهدين شوف كيف رجعنا لكم مجددا في الدبات المباشر مدينه طنجه من داخل ملعب زياد زن. حاليا وقبل دقائق معدوده تم تسجيل الهدف الاول لصالح فريق اتحاد طنجه. بهذا الهدف كيصبح التعادل كلا الفريقين 1-1 لصالح فريق اتحاد طنجه لكره القدم و1 لصالح فريق المغرب الفاسي. كما كتشوفوا معنا في الدبات المباشر الاجواء الحماسيه اللي كاينه حاليا داخل الملعب والحضور الكثيف للجماهير الطنجاويه. طبعا هيركوليس حاضرين وبقوه. Of the night.